هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي وجدنا اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، و الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. المذاق ديالها راه جرائع. انا غنوريكم هذه الحبه كيف ما كتشوفوا فيها نوازيت لداخل، وغادي نذوقها نشوفها. صراحة جات لذيذة لذيذة بزاف، كتستحق التجربة. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دابا غندوزو المقادير. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم الراحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نديرو اليوم. اليوم غادي نديرو حلوى ديال الكوك بنوازيت وحليب نيسلي. عندنا علبة ديال حليب نيسلي كما كتشوفوا، وعندي 300 غرام ديال الكوك طحنتو باش يعطيني الزيت ديالو. بسم الله. غادي ناخذ الحليب هو الاول، غادي نبدا نزيد عليه الكوك بشويه بشويه. هاد الحلوى كتجي زوينه بزاف، بغيت نشاركها معاكم. كنتمنى نتوما تجربوها، غادي تعجبكم وغتعجب حتى الوليدات ديالكم. تلتمية غرام كاملة درتها. صافي، كتحاولي تجمع هاد الحليب مع الكوك مزيان، ميبقاش مكور الكوك. بهاد الطريقة هادي انا عندي هنايا نوازات وعندي اللوز حمرتهم واحد شويه، وهذا الخليط هذا غادي نقسمه على ثلاثه. غادي ندير نكهه ديال نوازات، وغندير نكهه ديال كاكاو، وغندير نكهه ديال الفريز، وكل واحد باش بغى ينكيه ماشي مشكل. غادي ناخذ واحد شويه الزيت في يدي باش ما يلصقش ليا، وغنقسم هذا على ثلاثه يكونوا متساويين. غناخد نوازات هو الاول، نص معلقه صغيره صغيره. صافي غادي نجمعها. واللي بغى يخلي ما يدير فيها حتى شي نكهة، ناخذ كويرة تكون معقولة، غندير فيها نوازات بهذا الشكل.
نوازيط، واللي بغى يدير فيها حتى الشوكولاط من الداخل ونوازيط اولا الشوكولاط بوحدو، دوبي في حمام مريم حتى هي غادي تجي زوينه. دابا غندير الفريز، غندير نفس الكمية اللي درت نص معلقة صغيرة، وغنخلطها انا ما بغيتش ندير ملون، درت غير النكهه، عندي الملون ولكن ما بغيتش نديرو، النكهه كتبقى احسن. هادي ديال الفريز غندير فيها اللوز، هاد اللوزة دابا بقات ليا غير هادي، غادي ندير فيها كاكاو. وغندير فيها نوازيط، دابا نبدا نشكلها. ندير فيها نوازيط، ناخدو هاد الكويرات غنفندوهم في الكوك كيف ما كتشوفوا، وغادي نديرهم في هاد العويدات. ندير هاد الحجيرات نزين بيهم، بالطريقة هادي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي درنا اليوم، ديال الكوكو نوازيط والحليب نيسلي. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، الى جربتوها راه غادي تعجبكم بزاف، غادي نوريكم حتى كيفاش.